اهلا بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، جبت لكم اليوم حلوه اللي غنديرها معكم في العيد، اللي هي حلوه اقتصاديه متوفره مكونات في كل اي بيت. هي حلوه الهلال بالكاوكاو اللي محبوبه الجماهير، ما كاينش شي بيت مغربي ما كيعرفهاش. هي هشيشه لذيذة اقتصاديه والمكون ديالها متوفرين في كل بيت. انا متاكده ما غتشوفوا الفيديو ضروري غادي تجربوها، اللي باقي ما جربهاش راه كتجي زوينه واقتصاديه وبلا بيض. خلينا مع المكونات. بالنسبه للمكونات البنات، كنحتاجوا نص كيلو من الفورس اللي بطبيعه الحال كيكون مغربل مزيان. كنحتاجوا الى فول سوداني اللي هو الكاوكاو الفستق، الواحد كيفاش كيسموه. كنحمروه شويه في الفران، ماشي بزاف لانه غيطيب مازال. كنحتاجوا غير كاس من فئه 125 غرام من فول سوداني. كنحتاجوا الى 125 غرام زبده النوع الجيد، كاس من الزيت من فئه 50 ملي، كاس من السكر اللي هي 125 غرام، و3 غرام من خميره الكيماويه، غير نص خماره عندكم في المغرب بطبيعه الحال. والان نبداو المكونات بطبيعه، نبداو الطريقه بطبيعه الحال. كيف شفتوا المكونات ديال اقتصاديين ومتوفرين في كل بيت. كناخذوا الزبده، الزبده ضروري البنات تكون من على درجه حراره الغرفه، ضروري تكون طريه مزيان، وضروري من حلوه العيد نجبدوا القصريه، هي اللي كتحلى فيها الخدمه بصراحه، كتقيله وكتجي زوينه في الخدمه. قلت علاش لا ما نخدمش فيها. نجبدنا السكر، سكر الحبيبات، كي اللي كيدير سكر بودره، انا كندير سكر حبيبات، ما كتخليهاش مدقصه من الداخل. كرشه الملح ضروري، الملح ضروري باش تعطيكم الحلوه واحد الطعم اللي هو جميل. ما ضروري اي حلوه او اي حلويات ضروري تعملوا رشيشه ديال الملحه. من بعد كنمزجوهم مزيان مزيان مزيان. نسيت في المكونات البلات ما قلتش لكم، وجوج فرماجات المثلثات، انا ما عنديش مثلت، عندي ديال العلبه، عملت جوج معالق كبار كيعوض البيض. كناخذوا المكونات بالكامل، كنمزجوه مزيان مزيان، كيوليو بحال الكريمه، كيوليو رطبين، والسكر كتحسوا انه ذاب، ما بقاش خشن، ما بقاش محبحب. كنضيفوا الزيت ونفس الطريقه كنبقاو نخلطوا بيدينا بطبيعه الحال. بغيتوا تعملوا الماكينه يعني اله العجن عملوها ماشي مشكل، ولكن باليد كتحسي المكونات، كتعرفي العجينه يعني مزيان. كناخذوا الفول السوداني اللي طحناه مزيان منيل، الا بغيتو تخلوه بالقشر خليوه بالقشر، انا للاسف كنجيبو بلا قشر عندي. الا جبتوه بالقشر يكون احسن، وكيجي اللون ديالو احمر شويه من الداخل، حتى هو زوين. كنحطو الخميره كيف شفتو، والكيس الفانيليا، والطحين طبيعه الحال كنوضعوه بالتدريج. عمركم الطحين تحطوه دفعه واحده، حيت كاين الطحين اللي كيشرب دغيا، كاين الطحين اللي كيكون ما كيشربش، لهذا تحطو بشويه بشويه حتى تحصلوا للخليط اللي نتوما بغيتو. انا كفاني نص كيلو تقريبا، تماما نص كيلو هو هذاك. غادي نجمعوا العجينه، العجينه ما غاديش ندلكوها، هي ما كتدلكش، غير كتجمع مزيان 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 باليدين بحال هكا، وكتكون واجده لينا باش ندوزو الخطوه المواليه. هاد العجينه كتجي زوينه البنات، جربوا هاد الحلوه راه اقتصاديه، يمكن لكم ديروها في ليلة العيد راه دغيا كتوجد، وكتديروا واحد الطبيصيل تبارك الله اللي كبير. بغيتو تضاعفوا الكميه ضاعفوا، انا درت فقط نص كيلو لانه حنا غير قلال، ودايره شحال من حاجه شحال من حلوه، يعني ما غاديش ما كاينلاش نكثروا. اللي عنده عائله كبيره ديروا كيلو راه كتجي مزيانه. غناخذوا كويره كيف شفتوني حربلتها، ومن بعد عملتها بحال هكا على شكل هلالي. هذا هو الشكل ديالها القديم اللي كانوا كيديروها بحال هكا، الشكل ديالها زوين، وممكن لكم ديروا الشكل اللي بغيتوا بطبيعه الحال، ولكن هذه هي الشكل ديالها اللي معروف. كنحربلوها بحال ما هكا، كنرجعوها طويله، كنطولوها بيدينا، وكنشكلوها فوق القصريه بحال هذا الشكل هذا، وكنحطوها فوق الصينيه ديال الفران، تحت منها ورق الزبده او البلاستيك اللي كيدخل الفران ماشي مشكل. كنقادوها بحال هذا الشكل، وكنحطوها فوق من اللاطه ديال الفران. كيف شفتوا ساهله بزاف، يعني قلت لكم راه بسرعه كتوجد لكم بسرعه، يعني تعملوها يكون عندكم ماشي ضيف دغيا، يكون ديروها الصباح دغيا توجد لكم. طبيصيل كديروه على مزويناته غزال، والحلوه محبوبه على الكبير والصغير. هادو هما الحلوى ديال زمان اللي كانوا كيديروهم بصراحه، بصراحه لذاد قد ما الواحد يتفنن، ولكن دائما كيرجع للاصل، الحاجه القديمه كتكون عندها واحد الطعم سبحان الله اللي هو خاص، وكيفكرك بالصغر طبيعه الحال. نفس الخطوات كنديروهم، حاولت ندير معكم شحال من وحده باش اللي ما كيعرفش يشوف كيفاش كدار. تبارك الله راه نص كيلو كيخرج خير الله، يعني تبارك الله راه طبسيل كبير وزياده، يعني تبارك الله راه فيها كميه كبيره.
كنبقاو على هاد الخطوات حتى نكملو الصينية ديالنا بالكامل. هنايا هنايا انا خرجت ليا جوج صواني بحال ما هادو تبارك الله كبار. الفران طبيعة الحال غادي نسخنوه على 180 درجة، كتحطيه فوق وتحت، ما كتاخدش وقت طويل، بسرعة كتخرج تقريبا شي 15 دقيقة راه كتكون جاهزة. تبقاو غادي دير له البال، راه ما خصهاش تحمر، هي ما خصهاش تحمر بزاف، الله كيدخل لها الطياب من تحت وكطفيو عليها صافي، كطفيو عليها النار. ايوا هي هادي، ندخلوا الصينية الاولى كيف قلت لكم الفران يعني مشعله، لا ضروري يكون سخون. من بعد ما نخرجوها البنات هذا هو الشكل ديالها، كل واحد وفرانه، ما يمكنش نقول لكم بالضبط امتى لان كل واحد فرانه. ما تقيسوهاش نهائيا البنات الحلوه لان كتكون هشيشه دغيا كتفرد تخليها حتى تبرد. انا خليتها حتى بردات ابش وريتها لكم اللون ديالها لتحت كيفاش كيكون، كنسدو عليها. بالنسبه للتزيين لكم اختيار، انا هدرت شويه الكاوكاو اللي هو الفستق الفول السوداني محمر ومهروش، سكر بودره، عملت فيه ملعقه النشا باش تشد فيه السكر في الحلوه. اللي ما كانش عندكم نوعيه السكر البودره النوع الممتاز، دائما في الحلويات بحال هكا ديروا معلقه ديال النشا. وكنحتاجوا قليل من البيستاج والمربى، المربى يمكن تعوضوها بالعسل ماشي مشكل. هنا استعملت انا مربى المشمش، كنفندوها بحال ما هكا، كندهنوا غير القليل ماشي تحطوا الحلوه في المربى باش ما تشربش ليكم الحلاوه بزاف وتجيكم محلوه، غير دهنوها. حنا الحاجه ديالنا هي باش تلصق لينا الفول السوداني فوق الحلوه او البيستاج. ما عندكمش البيستاج البنات وحبيتوا تزينوا بحال ما هذا الشكل هذا كيف درت انا، خذوا الفستق الفول السوداني او الكاوكاو وعملوه مع الملون ديال البيستاج، راه كيجي الشكل ديالو زوين بزاف. انا هادشي هو اللي دايره هنايا، كنت دايره واحد الكميه ديال مجهزه ديال الفستق، الفستق دايره مع الملون جبتوه من المغرب كيعطي واحد الشكل جميل والطعم كذلك. الا عندكم البيستاج العادي ديروا البيستاج العادي، انا ملي كيكون عندي البيستاج راه كنديرو، ما كانش عندي راه كنستعمل هكا يعني الجود بالموجود. كنحاولوا ندهنوا كيف كتشوفوا، غير كدهنوا وكتحطوا. ما عندكمش المربى استعملوا العسل ما كاينش مشكل، كتحاولوا تفندوا بحال هكا تلبسوهم بالكامل وكتكون الحلوه ديال الهلال بالكاوكاو المحبوبه الجماهير كتكون جاهزه لذيذه وهشه، تقدموها في العيد لحبابكم ولضيوفكم كتجي رائعه البنات. نتمنى الناس اللي ما عمرهم ما جربوها يجربوها، علاش لا، كاين اللي الناس كيديروا فيها الشوكولات تقدروا تلبسوها بالشوكولات، تذوبوا الشوكولات وتغطسوها بالشوكولات ماشي مشكل على حساب الوليدات، مهم لكم الاختيار في التزيين. وهذا هو الطبق ديالنا البنات، كيجي من اروع ما يكون، ساهل ما كياخذش وقت طويل، بسرعه كتحضر، بلا بيض، اقتصاديه بزاف بزاف، يعني ما كاينش اقتصاد اكثر من هكا. وكديروا واحد الصحن اللي كبير تبارك الله ما شاء الله، كتقدموا بالصحه والراحه ان شاء الله في العيد وبلا عيد ان شاء الله، اللي يدخل عليكم بالصحه والسلامه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وان شاء الله تطبقوها. اي سؤال او استفسار البنات ما تنساوش تكتبوا لي في التعليق، انا عند رهن الاشاره ماشي مشكل. ونتمنى الفيديو نال اعجابكم، لا عجبكم ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء والحباب باش تعم فائده. والان بلا ما نطول لكم نقول لكم بسلامه، فيديو قريب بحول الله.